ايوه تمام. في خطط لعب شايفها يعني، خطط لعب بص عليها ممكن لعيبه من افريقيا يجيبهم لعيبه في منتخبات صغيره مثلا، تبقى عندك في طبعًا. بص على الحاجات دي دلوقتي طبعا طبعا، يعني بنشوف المراكز اللي احنا عايزينها، وبنشوف ان في لعيبه ايه اللعيبه الافيليبل ممكن يبقوا اسعارهم كويسه بالنسبه لنا. في لعيبه كويسه يعني هتلاقيها في بوروندي، في مدغشقر، في نادي موريتانيا، السنتر باك نمبر 5 بدا شفت عامل ازاي. اه سنتر باك كويس جدا ده لا ده يعني ما شاء الله. في لعيبه كويسه، في لعيبه كويسه. احنا بنبص وبنبص زي ما انت بتقول على طرق اللعب. انا لما اجتمعت بالجهاز بتاعي قبل البطوله قلت لهم ان لازم نتفرج على كل الماتشات، ولازم نشوف كره ثابته كويسه، تركيه ممكن تعمل في طريقه لعبه معينه، الوقفه في الكره، الكور الثابته الدفاعيه، كلها حاجات بنستفيد منها. انا بقول دايما ان في الكوره، في الحياه عموما لكن في الكوره بالذات، المدرب اللي فاكر نفسه انه عارف كل حاجه دي بدايه نهايته. بنتعلم طول ما احنا شغالين، بنتعلم من كل المدربين حتى على المستويات الادنى، بنتعلم منهم كل حاجه. في مدربين كويسين جدا، في كذا فرقه بتلعب 4-4-2، وده بالنسبه لي 4-4-2 4-4-2 براسين حرب، براسين حربه، كذا فرقه بتلعب 4-4-2 بجناحين لعيبه بيدافعوا كويس جدا، في تطور. انت عارف ان طرق اللعب دي بتبقى ايه. طيب انت بتتكلم على 4-4-2 وفي ناس بتلعب من راس حربه، يعني تونس النهارده بيلعب وهب الخزري، بيلعب هو راس حربه وهو مش راس حربه طبيعي يعني، عشان ما عندوش راس حربه عايز. لا عنده خنيسي، طال يعني خنيسي يعني في الترجي يعني. ما هي دي برضه زينا في مصر شويه، ممكن لما لعب مثلا صلاح شويه راس حربه. النهارده تونس لعب وهب الخزري من اول الماتش، يعني مثلا مش مثلا نص ساعه ولا ثلث ساعه، لعب من اول الماتش. ما فيش راس حربه حتى الخنيسي. الخنيسي في الترجي برضه بيجيب اجوان، بس كان مصاب بقاله فتره كبيره. الخنيسي قعد 5 شهور مصاب ورجع قبل البطوله وهو ضمره للبطوله. فلك ان تتخيل ان طول عمر يعني قريبين جدا من بعض، جدا جدا. ده في كل حاجه يعني، بص عنده 45 شوت انجول 9-5 9-5، كتير قريبين جدا. انجولا فرقه كويسه على فكره، شوت تاني كان كويس. كويسين، فرقه باور قوي، بدني جامد جدا. يعني انا فوجئت ان هم الشوط التاني علو قوي بالشكل ده. ده عشان تونس وقعت ولا عشان هم فعلا فرقه كويسه وتقدر تلعب؟ فرقه كويسه. انت بتتكلم انجولا، انجولا عندها ميزه كبيره جدا ان هي عندها لعيبه كتير جدا في البرتغال. انجولا انت عارف بيتكلموا برتغالي، كانت احتلال برتغالي، وانت عارف ان الدوري البرتغالي عدد اللعيبه المحترفين مفتوح. ففي في لعيبه كتير جدا انجوليين بيلعبوا في الدوري البرتغالي. النهارده لما دخلت بصيت يا حازم، لقيت ان الدوري البرتغالي بتاع الدرجه الاولى في 14 بتاع البرتغال في 14 لعيب من انجولا، ودوري الدرجه الثانيه في 28 لعيب من انجولا. يعني تخيل، يعني دوري الدرجه الاولى والثانيه البرتغالي في اكتر من 40 لعيب من انجولا. فعدد كبير جدا. ناس يعني، فهم مستفيدين من الاحتلال البرتغالي اللي كان عندهم، وان هم بيتكلموا برتغالي، في ان عندهم لعيبه كتيره. فده وانت عارف حازم، مهم جدا لما تروح بتصدر لعيبتك لبلد، ان انت بتصدرها لبلد عندهم فلسفي او مدرسه تدريب كبيره. فده منعكس على فريق انجولا. فريق انجولا ممكن تعمل حاجه في المجموعه دي يعني بعد